إلى ذلك يرى مراقبون أن ارتفاع مستويات البطالة خصوصا بين الشباب إلى معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية يشكل وقودا للانتفاضة الشعبية، ويسعى النظام الإيراني لتضليل الرأي العام حول نسب العاطلين عن العمل في إيران، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وثقت النسب المتزايدة للعاطلين عن العمل بين أوساط الشباب.